مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. المادة التربية الإسلامية، المرحلة الثانوية، صف العاشر. عنوان الدرس: أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الحصة الثانية. أعزائي الطلبة، إليكم هذه الأهداف. سنتناول في هذه الحصة الهدف الأول: نعدد شمائل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وثانيا نذكر المكانة العلمية لعائشة رضي الله عنها ووفاتها، وثالثا نستنتج الدروس والعبر من حياة أم المؤمنين، من حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قبل أن نبدأ بشرح هذه الأهداف، إليك هذه التهيئة حتى نربط الدرس الحالي بما سبق ذكره. أولا، من يعرف بأم المؤمنين عائشة من حيث اسمها ونسبها وألقابها؟ الجواب هو اسمها ونسبها هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. أما ألقابها فتلقب بالصديقة والمبرأة. ما الحكمة الإلهية من زواج رسول الله بعائشة رضي الله تعالى عنها؟ قلنا أنها رضي الله تعالى عنها تميزت بالذكاء والفطنة وقوة الذاكرة، فاختارها الله عز وجل زوجة لنبيه لتكون أقدر من غيرها على نقل أحاديثه وأحواله. ثالثا، هات مثالا يظهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته لعائشة أمام الناس ولا يخفيه. فجاء عمرو بن العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله، قال: يا رسول الله، من أو أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. بعد هذه التهيئة، إليك الهدف الأول: نعدد شمائل أم المؤمنين عائشة. والشمائل يقصد بها الصفات. ما هي صفات أم المؤمنين عائشة؟ تميزت أم المؤمنين عائشة بجملة من الصفات، سنذكر بعض الصفات من حيث عبادتها، وثانيا من حيث أخلاقها، وثالثا من حيث علمها. أولا عبادتها، تأثرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته يقوم الليل حتى تتورم قدماه، ولهذا زوجاته يشفقن عليه فيقول لهم: ألا أكون عبدا شكورا؟ فتأثرت عائشة رضي الله تعالى عنها بعبادة النبي في داخل بيته. لماذا؟ لأنها كانت ألصق الناس بالنبي وأكثرهم اطلاعا على أحواله عليه الصلاة والسلام. عرف عن عائشة رضي الله عنها كثرة الصلاة والصيام والحج وسائر العبادات. هات مثالا لذلك: دخل عليها ابن أخيها وهو القاسم بن محمد، دخل عليها وهي تصلي، فقام ينتظرها حتى مل من القيام، فذهب إلى السوق لحاجته، ولما أنهى حاجته رجع إلى بيت عائشة فوجدها مثل ما تركها قائمة تصلي وتبكي. هذا يدل على كثرة عبادتها وخشوعها في الصلاة، وكذلك الأمر بالنسبة للصيام والحج وما إلى ذلك من العبادات.
من شمائل أم المؤمنين عائشة أخلاقها، فتميزت بالكرم والجود والزهد والحياء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إليك عزيزي الطالب الكرم من أخلاقها، الكرم والجود. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كريمة وسخية. هات مثالا على كرمها وسخائها. يقول عبد الله بن الزبير، وهي عائشة تكون خالته، يقول: ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء. أسماء أمه وعائشة خالته. فيقول: ما رأيت امرأتين أجود وأكرم من هاتين المرأتين، وهي خالته عائشة وأمه أسماء. وقال أيضا عن خالته عائشة: كانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت به. إذا جاءها أي شيء، أي رزق، فلا تترك شيء في بيتها وتتصدق به. أما الزهد، ويقصد بالزهد هو عدم الالتفات إلى بهرجة الدنيا وزينت وإلى زينتها، والتقلل من هذه الحياة، والأخذ ما هو ضروري وما يبلغ الإنسان حاجته فقط. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان باستطاعته أن يعيش عيشة الملوك وأكثر، ومع ذلك كان زاهدا في الحياة. هات مثالا على زهد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. مثال على ذلك، قال عروة بن الزبير: ما كانت عائشة تستجد ثوبا حتى ترقع ثوبها وتنكسه، ولقد جاءها من معاوية رضي الله عنه 80,000، يعني 80,000 دينار، فما أمس عندها 80,000 درهم، عفوا، فما أمس عندها درهم. فإذا نستخلص من هذا أن عائشة رضي الله عنها بهذا المال الكثير 80,000 درهم، كان باستطاعتها أن تشتري أثوابا كثيرة، ومع ذلك كانت تتصدق بجميع هذا المال، وتقوم بخياطة ثوبها إذا ما تمزق، وتقوم بترقيعه. هذا هو الزهد. من أخلاق أم المؤمنين عائشة الحياء. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شديدة الحياء. مثال على ذلك، قالت: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر معهم، يعني معهما، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، تقول: فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدود علي ثيابي حياء من عمر. أي حياء هذا يا ابني، حتى من الأموات. فعائشة رضي الله تعالى عنها إذن كانت مضرب المثل في شدة الحياء. رابعا، من أخلاقها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب دعوي رفيق. فإليك هذا المثال، رأت ذات مرة أخاها عبد الرحمن يتوضأ، فكأنه أسرع في وضوئه ليدرك صلاة الجنازة، فقالت له: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، يعني أحسن الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. من شمائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها علمها. كانت أم المؤمنين عائشة من أفقه الصحابة، ومرجعا علميا في علوم الدين وأصوله وفروعه، وكانت بارعة في علم الطب والتاريخ والآداب، مما يدل على ذلك كلام وشهادة الصحابة على علم عائشة.
فهذا مثال توضح من خلاله رجوع الصحابة إلى علم عائشة لما يشكل عليهم الأمر. مثال على ذلك قال أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري من أكابر علماء الصحابة، وأوفده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأيضا كان واليا على الكوفة والبصرة وما إلى ذلك، فهو من علماء الأفذاذ من الصحابة. يقول أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. كانت عائشة بارعة في علم الطب والتاريخ والآداب. أذكر قول أحد العلماء في ذلك، قال ابن عبد البر أن أم المؤمنين عائشة كانت وحيدة عصرها في ثلاثة علوم: علم الفقه وعلم الطب وعلم الشعر. غلق الهدف الأول. عزيزي الطالب، إليك هذه الأسئلة، أو افتح كتابك عفوا على صفحة 75 وأجب عن السؤال الثالث بقسميه، الأول والثاني. السؤال وهو: بين ما يدل على كل من زهد أم المؤمنين عائشة، وذكرنا أنها كانت تستجد ثوبا حتى ترقع ثوبها وتنكسه، ولقد جاءها من معاوية 80,000 فما أمسى عندها درهم. وأيضا حياء أم المؤمنين كانت لا تدخل البيت الذي دفن فيه عمر حياء منه. الهدف الثاني: المكانة العلمية لعائشة رضي الله تعالى عنها، ثم نذكر وفاتها. أما المكانة العلمية لعائشة، فاكتسبت عائشة رضي الله عنها علما غزيرا من معدن النبوة، فكانت أفقه النساء. فما سبب ذلك؟ لعل الأسباب ترجع إلى نقاط ثلاث. أما الأولى فحدة ذكائها وقوة ذاكرتها. تميزت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بحدة الذكاء وقوة الذاكرة، مما جعلها من المكثرين في رواية الحديث، فقد روت 2210 من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وتميزت عن الصحابة في رواية الحديث أنها أكثرهم تلقيا من الرسول مباشرة، وخصوصا السنة الفعلية. لماذا؟ لأنها أعلم الناس بتفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته. من الأسباب التي جعلت أم المؤمنين عائشة من أفقه النساء وجودها في كنف النبي، واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته لعائشة رعاية خاصة. فعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات و5 أشهر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الاهتمام بتعليمها وإرشادها. والسبب الثالث الذي من خلاله اكتسبت أم المؤمنين عائشة هذا العلم الغزير: لسانها السؤول. كانت أم المؤمنين عائشة تسأل أي مسألة ترى فيها إشكال أو غموض وعدم وضوح، كانت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فعرف عن عائشة رضي الله عنها أنها كان إذا استشكل عليها أمر سألت عنها. فسمعت ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي المؤمن يحاسب حساب يسير. قالت: فقال لي النبي: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وفاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. توفيت أم المؤمنين عائشة في خلافة معاوية في سنة 17 من رمضان، سنة 58 للهجرة،
وعمرها حينذاك 66 سنة، ودفنت بالبقيع مع زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. غرق الهدف الثاني: افتح كتابك على صفحة 75 وأجب عن السؤال الرابع: أكثر أحاديث أم المؤمنين عائشة كانت من السنة العملية، علل ذلك. لأنها أعلم الناس بتفاصيل حياة النبي عليه الصلاة والسلام. الهدف الثالث: نستنتج الدروس والعبر من حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. من الفوائد والعبر المستفادة من حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هي كالتالي: أولا، الحرص على طلب العلم النافع، وثانيا، الحياء والحشمة من مكارم الأخلاق التي تميز المسلمات من غيرهن، وثالثا، العبادات في حياة المسلم سلوك يومي، ورابعا، علاج الابتلاءات مهما عظمت يكون بالصبر والثقة بالله. غلق الهدف الأخير: افتح الكتاب أيضا على صفحة 75 واكتب 2 من مما يستفاد من درس أم المؤمنين عائشة: الحرص على طلب العلم النافع، وثانيا، الحياء والحشمة تميز المسلمات عن غيرهن. بهذا عزيزي طالب نكون قد وصلنا إلى غلق هذا الدرس، وإليك هذه الأسئلة: هات مثالا لكرم وجود أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. مثالا على ذلك يقول عبد الله بن الزبير عن خالته عائشة: وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت به. ما الأسباب التي مكنت أم المؤمنين عائشة من اكتساب علما غزيرا؟ من بين هذه الأسباب قلنا: حدة ذكائها وقوة ذاكرتها، ثانيا، وجودها في بيت النبي واهتمامه بها، ثالثا، لسانها السؤول عما استشكل عليها من أمر. ثالثا، استنتج 2 من الدروس المستفادة من حياة أم المؤمنين عائشة. من بين هذه الدروس: الحرص على طلب العلم النافع، وثانيا، علاج الابتلاءات مهما عظمت بالصبر والثقة بالله عز وجل. وبهذا عزيزي الطالب نكون قد انتهينا من هذا الدرس، شاكرين لكم حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.